نهضروا عينا ما نبحبحوا في حلوقنا عينا ما نغوتوا احنا ولينا نهضروا معاكم بشويه راكم غلبتونا والله العظيم انا تنقولها لكم راكم غلبتونا فهمتونا. السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. المهم اليوم شتي والجو زوين بزاف خرجت نهضر لكم في واحد الموضوع اش غادي نقول لكم غادي نهضر على واحد الشخص اللي هو الاعلامي صلاح الدين الغماري. ما نهضرش عليه كشخص نهضر عليه كاعلامي نهضر على الماده الاعلاميه ديالو اللي كيعطينا اما هو كشخص ما عندي معاه حتى شي حاجه كنهضر انا على الماده الاعلاميه ديال سي صلاح الدين الغماري. مهم هاد الرساله اللي بغيت نوجه لك سي صلاح الدين هو بغيت نقول لك شكرا ليك شكرا على قلبك اللي على المغاربه وشكرا على قلبك على الشعب وشكرا شكرا 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 ولكن الحاجه الوحيده اللي ما نقول لكش عليها شكرا هي بركه. صافي بركه صافي راه قهرتي ولاد الشعب بركه بركه من الاحتقار بركه من الذل بركه من داك الكلام الجارح انت كيقول لك راسك ولا على عند بالك بلي راك كتوصل الرساله وبلي راك قلبك علينا كشعب حنا كاملين ولاد الشعب انا راه بنت الشعب انا راه واحد بنت الشعب اللي مقاتله على الزمان ومقاتله على راسها انا راه بنت الشعب انا ماشي برجوازيه انا بحالي بحال الطبقه اللي كتكد ليل ونهار باش توفر لها العيش الكريم او لا توفر لها غير العيش البسيط العيش العادي. المهم رجع الموضوع ديالنا بركه حيتاش تقهرنا والله تقهرنا شتي هادوك الناس اللي كتخاطبهم بداك الطريقه راه مساكين الا مشيتي دقيتي عليهم في باب الدار ديالهم وقلتي لها فلان اش كتقول اش كدير اش غايقول لك مسكين غادي يقول لك اسمح لي يا سيدي اسمح لي صافي اسمح لي راه انا راه غير محتاج وراه غير ما عنديش وراه غير وراه راه غيتعذر لك وما صاحبك يقول لك ومالي راني كنهضر على حقي ولا هذا حنا بعدا داروا لنا الكمامه وخرجوا معها قانون باللي اللي هضر ما عندكش الحق تهضر ما عندكش الحق تهضر لا هضرتي غادي تمشي لهيه. علاش نتوما قلتوا لينا سي صلاح الدين الغماري قلتي لينا في كاع في كل حلقه كتكون كدوز اش كتقول لينا دائما الرساله ديالك بقاو في ديوركم راه رزقكم غيوصل حتى عندكم راه الصندوق مدور على قبلكم فين هو الصندوق فين قلتوا لنا دخلوا لديوركم جلسوا من الخدمه نتوما اللي قلتوا لنا جلسوا من الخدمه راه ماشي حنا اللي بغينا نجلسوا من الخدمه انا وحده من هذوك ولاد الشعب قلتوا لي جلسي من الخدمه غادي يوصلك حتى عندك مصروفك واخا راه ماشي شي حاجه ماشي داكشي اللي كنا كنخدموا عليه حنا داكشي اللي عطيتونا ورضينا به قلنا الحمد لله ماشي مشكل انا وحده من دوك الناس اللي قلت ماشي مشكل الحمد لله تجيني 2000 درهم تساني اساس وانا نعسى في دارنا بخير اللهم لك الحمد غير ناكلها ونشربها وبخير ما عنديش مشكل حسن من اللي كنت كنخرج عندي مصاريف خصني ها ايسونس ها الطوموبيل كطيح اون بان كل مره خصك تصايبها هادي يعني مصاريف كثيره حتى انا فرحت وقلت واخا سي صلاح الدين قلتي عيب بصح نساهموا حنايا نساهموا مع بلادنا ونجلسوا في ديورنا ورزقنا غيجي حتى لعندنا راه ما جاني والو انا بزاف ديال الناس ما جانا حتى شي حاجه راه جلسنا من شهر ثلاثة راه ما جانا لا ثلاثة لا أربعة لا حتى حاجة لا خمسة لا ستة راه ما غنشوفوا حتى شي حاجة راه ما جانا والو مين كنصيفطوا لك الأسئلة ديالنا شنو كدير أنت كتجاوبنا بديك الطريقة اللي وما كتبردش القلب بالعكس كتزيد علينا وعباد الله غيجلسوا في ديوركم ورزقكم يجي حتى لعندكم ومالكم وهذا علاش السي صلاح الدين علاش حيت انت الماندا ديالك واصله حتى لعندك انت رزقك جايك ومضمون وعندك حتى هادوك اللي كيهضروا لي رزقهم مضمون وكيمشيو كيعمروا الشاريوات مره في الشهر ولا مره في 10 ايام ولا مره في السيمانه وكيكدسوا في الشاريو وكيدخلوا لدارهم ورزقهم مضمون حتى هادوك هما معاك حتى هما ديك الفئه اللي كيعايرونا حنا ولاد الشعب اللي ما وصلنا حتى شي حاجه راه بالسيف ما نخرجوا راه بالسيف ما يخرج بنادم يقلب على راسو راه ولا بنادم يخرج غير باش يسعى الا ما فراسكش السي صلاح الدين بنادم راه ولا كيخرج غير باش يسعى ما يبقاش يبقى في الدار غيموت بالجوع كيخرج يسعى الناس كيخرج يسعى الناس يعطيو باش يشري داك الحليب والتمر يفطر به بركة السي صلاح الدين بركة والله بركة ما بقينا باغيين لا اسئلة عفوا ما بقينا تعصبت ما بقينا باغيين لا اسئله كورونا لا اجوبه كورونا صافي عرفنا الاسئله وعرفنا الاجوبه وانت واش عرفتي اجوبه هذه الاسئله ديالنا راه ما عطيتينا حتى شي جواب اللي كيصيفط لك كتقول لي واقيلا المشغل ديالك ما مديكلاريش بك ولا الشركه ما... لا سيدي
ما تخلقناش الفتنه ما بيننا وبين المشاغل ديالنا. كاينين شي مشاغلين اللي الله يهديهم ما ها فيهم الاثار، ولكن انا بزاف الناس عارفين المشاغلين ديالنا مديكلاريين بينا، الوضعيه ديالنا مقاده، كنا خدامين بخير وعلى خير، ما خصنا حتى حاجه اسيادنا، بغينا غير نخدموا، خلينا نطلقونا غير نخدموا على راسنا، ما بغينا لا اعانه، ما طالبينكم ما ساعينكم ما حتى حاجه، طلقونا خليونا غير نخدموا، ما بقينا باغيين حتى شي حاجه. نعطيك غير مثال السي صلاح الدين، انا غير انا نهضر على راسي انا كشخص، انا عندي بنيته ومطلقه السي صلاح الدين وخاتي، ما كنبغيش نبقى نقولو، ما كنبغيش نبقى نعاودو، ان ما كنسعد حتى شي واحد. انا مطلقه وعندي بنيته، انا السي صلاح الدين كنت خدامه على بنتي، انا كنت خدامه على راسي وعلى بنتي حلالا بعرقي بعرق كتافي كنت خدامه، وكنخدم حتى العشرة ديال الليل السي صلاح الدين، كنخدم في الصباح وكنخدم في الليل، راه الناس اللي عارفيني كندير كومونيكاسيون في الليل في لي سونتر، يعني رزقي جايبه الحمد لله. تخيل دابا قلتوا لنا جلسوا في داركم ويجيكم رزقكم، انا ما جاتني حتى شي حاجه، ما جاتني حتى شي ريال. دابا تخيل نتايا انا ماشي كحبه، راه ملي كنتعصب كيجيني بحال هكا. تخيل نتايا سي صلاح الدين، تخيل انايا كنت خدامه كنقول لك على بنتي وخدامه على راسي، وما كنمد يدي حتى شي حد وما كنسعد حتى شي حد، واللي كيسالني شي حاجه يجي يقولها لي انا فاتحه قناه. دابا انا كنهضر علنيا، اللي عمري مديت ليه يدي قلت ليه عطيني راجل ولا مرا يجي يفضحني في القناه ديالي، يجي يقول هذيك السيده كذابه. اللي كيعرفني انا شخصيا راه عارفيني كنخدم بعرق كتافي، ما عمري ما طلبت شي حد، ما عمري ما سعيت شي حد حياتي، ونحمد الله ونشكره. دابا اللي جلست من الخدمه لقيت بابا جالسه مع بابا، انا وبنتي جالسه مع بابا وماما، جالسه مع والدي الله يخليهم ليا هما اللي كيصرفوا عليا. وتخيل السي صلاح الدين كون ما كانش عندي والديه وانا واحد الانسانه مطلقه وعندها بنتها، تخيل شنو كان يوقع فيا. ودابا غير تخيل معايا شنو كان يطرى ليا، كانوا غينهشوني الكلاب، كنت غادي نخرج حتى انا نسعى، حتى انا كنت غادي نخرج نسعى ونخرج غير في اقل شي، غادي نخرج لمواقع التواصل الاجتماعي اقل شي، غادي نخرج للفيسبوك ونقول لهم حيت ما غنلقاش ما ناكل وما غنلقاش باش غادي نخلص الكرا وما غاديش نلقى باش نعيش انا وبنتي، شنو كنت غادي ندير فرا دارك، شنو كنت غادي ندير بلا والديه، شنو كنت غادي ندير. الله يحسن العوان اللي ما عندهم لا حنين لا رحم، الله يحسن ليهم العوان، الله يحسن العوان دوك بنات الناس اللي مطلقات وما عندهم اللي يصرف عليهم لا هما لا ولادهم. راه كاين اللي لاح ولادو في الزنقه ما بقى ما يوكلهم ولاحهم في الزنقه، كاين اللي لاحت ولادهم مشات خرجت للزنقه كتسعى ما لقات حتى واحد. تخيل انا ياك ما لقيتش والديا، ياك ما لقيتش بابا اللي كيصرف عليا انا وبنتي، غنخرج الزنقه وغنبدا نسعى، وفي اخر ايامي حياتي كامله وانا صاينه راسي، واخا مطلقه صاينه راسي، وكيعرفوني الناس واللي كيعرف عليا شي حاجه خايبه يجي يقولها ليا في الفيديو ديالي. اللي كيعرفني انا كنمد يدي شي حد يجي عندي دابا يقولها ليا، ما عمري مدي يدي شي حد نقولها ونعاودها، والحمد لله مفتخره براسي. كنجيبها بعرق كتافي، كنبقى خدامه حتى ل10 الليل، كنخلي بنتي مع ماما وكنخرج نخدم على راسي، كنخدم في الصباح وفي العشيه وفي الليل، دايره ثلاثه ديال لي شيفت، كنخدم في الصباح وفي العشيه وفي الليل، وكنجيبها حلاله طيبه، كنجيبها بعرق كتافي. يلا تخيل السي صلاح الدين في اخر ايامي، انا كورونا بسبب كورونا بسببكم نتوما اللي قلتوا لنا قصوا في ديركم رزقكم ما جيت عندكم، اخر ايامي نخرج نسعى، نخرج نسعى في الاخر غينهشوا لحمي الكلاب اخر ايامي، محيش ما يلق ما عنديش حل، اخر ايامي غينهشوني الكلاب بسببكم نتوما، بسببكم نتوما كان غيوقع ليا ما لا يحمد عقباه، ولكن كنحمد الله عندي والديه، ولكن حتى دوك والديه راه عيقت عليهم، راه كنحشم، راه انا بنت باز للرجاله، راه انا بنت وكنحشم انا وبنتي جالسين عند بابا متقاعد الحمد لله، عنده ما كيتسنى لا راميد لا والو، متقاعد عنده الماندا ديالو، ولكن راه اخا كنحشم انا وبنتي جالسين عنده. تخيلوا انا قلت ليه انا جالسه معاكم الحمد لله، انا غادي تجيني سنسس 2000 درهم راه غنصرفوها غير ماكله وشرب ناكلو جميع. تخيلوا في الاخر لا سنسات لا حتى حاجه، لا وليت كنحشم، واخا والدي يقسم لكم يمينا كنحشم جالسه انا وبنتي وكن
ما قداش نتشرد داكشي اللي كنت كنديرو انا وبنتي. مثلا انا وبنتي كناكلو واحد الماكله اللي هي سبيسيال مثلا، ما كناكلوش اي حاجه، وليت كنحشم ولينا اللي كاين كناكلوه صافي. وحاشمه وغارقه بالحشمه، كنقول انا كنت كنقول غادي نعاونهم، صدقوا هما اللي معاونيني. وراه عندي خوتي، انا راه عندي العزاره اربعه ديال الدراري اللي صغارين وكيقراو وكيصرف عليهم بابا. فهمتوني ماشي فهمتوني؟ نتوما فهمتينا يا سي صالح الدين الغماري. فبارك الله يرحم لك الوالدين، بارك تقهرنا تقهرنا، بارك متحتقر فينا وتحتقر في ولاد الشعب. راه واصله لينا العظم وساكتين، راه واصله لينا الجدر وساكتين. راه كل ليله كنجلس كنفكر قسما بالله، كنقول انا كون ما كانوش عندي والديا انا وبنتي شنو كان غيكون مصيري؟ شنو كان غيكون مصيري انا وبنتي؟ يلا غير قول لي انت شنو كان غادي يكون مصيري؟ كنا غادي نخرجوا الزنقه، ولما خرجنا الزنقه غادي يجي شي ديب غيبغي يدير فينا حسنه وغينهش عظم رحمي، غير لا ياخذني الحم ويلوحني عظم. بركه 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 بركه. حكومه فاشله فاشله، فشلتوا في احتواء كورونا، وفشلتوا في انكم تعاونوا الشعب، وفشلتوا بزاف الحوايج، خشيتونا في ديورنا وخليتونا كنموتوا، خليتونا كنموتوا، غير خليونا نخرجوا. اللهم ملاقي انا مع كورونا ولا ملاقي انا معكم، نتوما قتلتونا بالكذوب. سي ناس اسمي كنعيطوا لها كتقول لك لجنه اليقظه، حنا ما عندنا ما نديروا لكم لجنه اليقظه اللي حبست عليكم هذا الشيء هذا، ما تستافدوش. ما كاين حتى شي واحد كيعطيك علاش ما غتستافدش، وعلاش ما غنستافدوش؟ وكنا خدامين، كنا خدامين بخير، جلسونا في ديورنا لا حنين لا حم لا ريال لا جوج. ما فهمتش ما فهمتش. وحتى شي واحد قليل من اللي كيهضر في هذا الموضوع، قليل. كلشي خايف، كلشي خايف لا توقع لي شي حاجه، كلشي كيقول لك الا هضرنا راه خرج القانون الجديد غيديونا الحبس، غيفعلوا لنا غيتركوا لينا. وشنو هاد العيشة؟ شنو هاد العيشة؟ شنو هاد الشيء؟ شنو هاد الشيء؟ شنو هاد الشيء؟ شنو هاد الشيء؟ راه دار الريحة ديال بزاف ديال الناس. راه كنخرج وكنشوف هادوك الناس، كنبان لهم انا بخير عليا، هادوك الناس كنبان لهم انا راه انا من داك الطبقة اللي كدير الشاريو وتكتسو وتمشي تدخل الدار وغير خلي كورونا، راه ماشي مشكلة، خلينا في ديورنا بخير حتى تفوت كورونا يعميها ما تبقى عام. وحنا هما زايدين في التمديد، تمديد الحجر تمديد الحجر تمديد الحجر، ورزقنا حنايا ما شفنا حتى شي حاجه، ما شفنا حتى شي اعانه حتى شي حاجه، وما كاين حتى واحد اللي كيعطينا الجواب علاش حنا ما مستافدينش. المهم الله يدير شي تاويد الخير وصافي، الله يدير شي تاويد الخير، والله الله يدير شي تاويد الخير، الله يفكها على جميع المسلمين، وتعاونوا مع بعضياتكم، تعاونوا قسما بالله. انا كون عندي غنتعاون، انا هكا باللي سهل الله كنتعاون، ولكن راه ما عنديش، انا راه ما عنديش، راه تسدوا عليا البيبان، راه ما عندي لا ماندا، ما عندي حتى شي حاجه، عندي والديا كناكل ونشرب معاهم صافي، الحمد لله وشاكرين الحمد لله. يلا خليكم.